وتم الفراغ من تسجيله ومراجعته يوم الخميس 20 من شهر جماد الآخرة من عام 31 و400 ألف هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها، إنه جواد كريم. ولا يفوتني قبل أن أودعكم أن أخص بالشكر والتقدير الأخ المهندس أبا حمزة أحمد فاروق، الذي أولى هذا العمل الكثير من وقته وجهده، فقام بالإخراج والمراجعة والتدقيق، سائلا المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء، وألا يحرمه الأجر، وأن ينفع به لإنجاز مثل هذه الأعمال النافعة. إخوتنا الكرام، وحيث إن هذا العمل قد لا يخلو من نقص يستوجب الملاحظة والتصويب، فإنني سأكون سعيدا بتلقي ملاحظات الإخوة والأخوات وتصويباتهم ومقترحاتهم على الإيميل x3737@hotmail.com ليتم بإذن الله تدارك الأخطاء على ضوء ما يرد من ملاحظات. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.